هذه معلومة يمكن أن نضيفها ل theme.json، نمررها، نعطي معلومات عن القالب الخاص بنا، ما هي المناطق أو التمبلت بارتس التي يدعمها. أيضا يمكن أن نضيف معلومة أخرى، لاحظوا معلومة مثلا نحن اعتدنا هنا أن أقوم ب، دعونا نرى ملفات الموقع، إذا لدينا بارتس، لدينا التمبلتس التي لدينا هنا، وأنا أخبرتكم أن بوقت سابق أن هذه التمبلت يجب أن تكون يعني اسمها تعبر عن تمبلت ستاندرد، يعني موجود بووردبريس، لا نسميها كما نريد. فإذا التمبلت الأساسية لها أسماء ثابتة، مثلا صفحة المنشور الأحادي اسمه سنجل، صفحة الصفحة الأحادية اسمها بيج، صفحة الأرشيفات اسمها أركايف، الصفحة الأساسية اسمها إندكس. فهذه التسميات ثابتة، لكن يمكن أن أنشئ نموذج خاص، مثل تلاحظون أنا هنا أنشأت نموذج اسمه nowres-template، يمكن أن نسميه أي شيء .html. لنرى ما بداخل هذا التمبلت الذي اسمه نورس. فإذا ماذا اسمه؟ لاحظوا custom template، وسأكتب هنا نورس حتى أتأكد أنه قادم من نورس template. فحتى أنا أخبر، مرة أخرى انظروا بمحتوياته، فإذا حتى أنا أخبر ووردبريس أن لدي هنا نموذج خاص غير هذه النماذج الموجودة هنا، حتى أخبر ووردبريس بذلك، يمكن أن أستخدم theme.json. كيف ذلك؟ هنا بعد أن تنتهي template bars، أقوم بإضافة كوما وإضافة كي آخر، فإذا هذه انتهت الـ template bars. الآن سأضيف كي آخر، أريد أن أضيف custom templates بهذا الشكل، سأقوم بوضع colon وثم square brackets. لماذا؟ لأن هذه قائمة من النماذج المخصصة، وهنا سأقوم بفتح object حتى أعطي معلومات عن هذا التمبلت. فبداية سأعطي اسم هذا، فإذا ما هو اسمه؟ اسمه هو نفسه المكتوب هنا، نفسه بدون ال HTML، يعني nowres-template هذا اسمه، فبالتالي هنا سأكتب nowres-template بهذا الشكل. بالنسبة للتايتل فهو الاسم الذي أريده أن يظهر فيه، مثلا سأكتب هنا nowres-template-title. وأيضا يمكن أن أضيف معلومة أخرى هنا، أن ما هي البوست التي أريد أن أدعم هذا التمبلت فيها. فأنا سأقول، عفوا، هي ستكون عبارة عن قائمة، أنا قلت لكم أن هذه القائمة يمكن أن تكون عبارة عن مثل هيك، هكذا، علي، نورس، أسماء مختلفة. فإذا هذه القائمة عبارة عن أسماء المنشورات التي يدعمها هذا المنشور المخصص الذي هو في حالتنا بيج. فأنا أريد أن أدعم هذا النموذج المخصص في البيج. فإذا الآن لو أنا ذهبت خرجت من هذا، أنا لا أريد حفظ التغييرات التي لدي، وإذا ذهبت إلى الصفحات التي لدي، كل الصفحات يمكن أن نسميها مثلا صفحة نورس. وهنا لاحظوا بالنموذج الذي لدينا نقوم بالنقر على swap template. عندما نقوم بswap template سيظهر لنا نورس template title. لاحظوا هذه الجملة، هذه الكلمة نورس template title من أين جاءت؟ جاءت من هنا، من التايتل. فtheme.json ساعدنا أن نمرر معلومات خاصة بالcustom templates. فبالتالي أنا لو اخترتها هكذا وقمت بنشر، يفترض أن يظهر لي نفس الشيء الذي وضعته أنا بنورس template، والشيء الذي أنا وضعته ماذا؟ This is a custom template. هذا الشيء الذي يفترض أن يظهر لي، وبالفعل ونورس بالفعل ظهر لي. فأنا فعليا يعني أنا أمرر معلومات جيدة عن القالب الخاص بي، وهذا شيء جيد وشيء رائع. من الأشياء التي يمكن أيضا أن نمررها بالتمبلت التي هي أو بثيم.json عفوا، هي التالي، أن إذا أردنا إضافة كي وفاليو جديدة بثيم.json نقوم بإضافة كوما. لاحظوا هذه هي نهاية التمبلت، كاستوم تمبلت التي عبارة عن array، وأنا أريد إضافة كي آخر، فبالتالي هنا تحتها هكذا سأقوم بإضافة هذا الكي. طبعا الكي هذا الذي أريد إضافته أنا اسمه settings أو إعدادات. بداخل الإعدادات أستطيع تمرير الكثير من المعلومات الخاصة عن القالب الخاص بي. من أهم المعلومات التي يمكن أن أمررها هي الكلر،
معلومات اللون. جيد، فالكلر اكتب كلر، والكلر هو لديه معلومات فسأضيفها بهذه الطريقة. فإذا لاحظوا أعزائي أن عندما مثلا هذا مثلا كتبت شيء هنا وأريد تغيير لونه، جيد، فإذا تظهر لي هذه الألوان. هذه الألوان من أين جاءت؟ هذه الألوان الافتراضية. فإذا أردت أن ألغيها بكل بساطة هنا بالكلر يمكن أن أضيف الخاصية التالية التي اسمها Default Palette. هذه اسمها Palette أو لوحة الألوان. False، أنا لا أريد أن يتم عرض لوحة الألوان هنا لدي. فإذا مرة أخرى الآن إذا حدثت مثلا وقمت بتحديث، فإذا الآن لن تظهر لي هذا، فإذا هذا أدعمها من هنا. طيب تقول لي طيب ما هو الشيء الذي سيضيفه الشخص؟ يمكن أن نضيف البالت الخاصة بنا أو لوحة الألوان الخاصة بنا، ألوان القالب الخاصة بنا. هذه الألوان نضيفها بخاصية اسمها بالت، هكذا باليت يعني لوحة الألوان، وهي عبارة عن قائمة من الألوان. كل لون هو له خصائص معينة ونعبر عنه بأوبجكت بهذا الشكل. جيد، فكل لون له اسم أنت تضيفه، مثلا ليس الاسم اسم اللون، يعني الاسم الذي أنت تعطيه للون. عادة القوالب يكون لها لون رئيسي ولون فرعي أو ثانوي، أو يكون لها لون أساسي ولون الأكسنت كولر الذي يسمونه، أو يعني لا أعرف ماذا ترجمتها بالعربية، لكن مثل لون أساسي يكون في القالب ولون آخر يكسر اللون. جيد، هذا بالتصميم، يعني أنا لست مصممة حتى أقول لكم، لكن هذه الفكرة. يعني مثلا يكون اللون الأساسي، مثلا دعونا نقول اللون الأساسي مثلا يكون أزرق أو ليس أزرق، مثلا أسود، اللون الأساسي أسود، فكل شيء أسود في الموقع لا يجوز، فلا بد من لون يكسر اللون. مثلا يكون اللون الثاني في أحمر، فربما الأحمر يعني يغير من اللون الأساسي. فهذه المعلومة يمكن أن نضيفها هنا، فمثلا نقول أن هذا اللون هو البرايمري الأساسي، وضروري جدا أن نضيف له سلاج. السلاج يعني اسمه الذي يتم التعامل معه داخليا بووردبريس internal. اما النيم فيتم التعامل معه يظهر للناس، يعني هذه كلمة البرايمري تظهر للناس، اما السلاج هو الاسم الذي يتم كتابته بالكود، فعادة نجعله small letter. واذا كان مثلا هذا الاسم مثلا اسمه primary color هكذا، فقم بإضافة هنا dash color. جيد، هكذا يكون السلاج اذا كان الاسم الاول من كلمتين. والآن الكلر، ما هو اللون فعليا؟ فهنا يمكن أن نكتب مثلا، دعونا نكتب أسود. الأسود هو عبارة عن 3-0 أو 6-0 مثلا. فالآن أريد إضافة لون آخر، فسأضيف كوما هنا وأنسخ هذا وأضيفه مجددا، سيعطيني خطأ لأن آخر واحدة بالقائمة لا يجب لديها كوما. فإذا هنا الثاني سأسميه سكندري، وهنا أيضا سأسميه سيكندري، هكذا small letter السلاج. والسيكندري سيكون أحمر أو توميتو، دعونا نكتب توميتو، لا أعرف إذا كان يأخذ الألوان بدون هيكسا، فإذا دعونا نجرب هذا إذا كان يأخذ أسماء الألوان. سأحدث مجددا، فإذا الآن الألوان الذي لدينا لاحظوا أخذ توميتو. فإذا اللون الأساسي لاحظوا بالأعلى سيكتب primary، واللون السكندري سيكتب اللون السكندري سيكتب سكندري، يعني اللون الثانوي. وبهذه الطريقة أضفنا الألوان الخاصة بنا أو باليت الألوان الخاصة بنا بالكلر. طيب هل يمكنني أن أضيف ألوان أيضا أم يجب فقط هذه الألوان؟ يجب أن يمكن أن تضيف يعني عدد ألوان كما تريد. هذه قائمة ويمكن أن تحتوي على عدد يعني لا نهائي من الألوان، لكن بالتأكيد أنت لن تضيف كل الألوان الموجودة بالعالم، لابد أن تترك مثلا 4 ألوان 5 ألوان 6 ألوان هنا الأساسية، تضع هنا الأساسية في القالب الخاص بك، هذه الأساسية. وبالنسبة أنا بالتأكيد يجب أن تسميها وأن تسميها بالسلاج بالطريقة الصحيحة وتضع قيمتها هنا بالهكسة أو بالاسم كما رأينا. جيد، يمكن أن نجعل الخلفية هنا أن تدعم أشياء أخرى، مثلا هذه الخلفية لاحظوا هنا تدعم تدرج.
جيد تدعم تدرج بالافتراضي. إذا أردت التدرج يعني gradient، فإذا أردت مثلا أن أدعم هذا جيد جدا، إذا أردت لا أريد أن يدعم gradient فبكل بساطة سأكتب هنا أن default gradient، gradient يعني تدرج default gradient false، ويجب أن نضيف هنا comma، واضح؟ لأن يوجد بعدها key. يعني هذه الأمور أصبحت واضحة. أعزائي إذا كان ما زال هنالك لديكم صعوبة بفهم theme.json، الرجاء إخباري بالصعوبة بالسؤال حتى أوضحه لكم ويكون كل شيء واضح. طبعا الآن إذا قمنا بكتابة هكذا والخلفية، لاحظوا هنالك تدرج، هذا التدرج موجود، لاحظوا هذا التدرج موجود، لكن الديفولت الذي كان موجود هنا ليس موجود. هذا التدرج اسمه custom يعني مخصص، أنا يمكن أن أختار اللون من هنا مثلا أي شيء، وأختار اللون من هنا أي شيء أريد، وثم أقوم بماذا؟ بتغيير الشيء وأختار نوع التدرج جيد وخطي، وثم هنا أختار الزاوية وهذه الأمور. هذا إذا أردت عدم تفعيلها فسأقوم بكتابة هنا custom gradients false. إذن الآن تحديث مجددا. وربما أنت تتساءل تقول هل يجب أن أفعل كل الخصائص أم هل يجب أن أفعل بعض الخصائص؟ هذه الخصائص متاحة لك أنت كمطور قالب أن تتيحها، أن تتيحها في قالبك متاحة لك، لكن هذا لا يعني أنك تستخدم كل شيء. كما قلت أقول دائما استخدم ما تحتاجه فقط. فإذا كانت هذه أنت فعلا تريد أن تدعم الجريديانت بموقعك، تضيف هذا العنصر الجمالي، فقم فعليا بإضافة ذلك، غير ذلك لا تقم بهذا الموضوع. فإذا لأريكم أن الكاستوم جريديانت اختفت الآن، فإذا لم تختفي فلنرى هل كتبت شيء خطأ ربما. جريديانت أنا كتبت بالإس، هي بدون إس. فإذن الآن تحديث والخلفية، لاحظوا لا يوجد الآن تدرج لأنني أنا لم أدعمه، جيد؟ فهذه الأشياء جيد بالنسبة للكلر بالسيتينجز الموجودة بثيم.json، للرجوع لها فإذن سنبحث عنها، سنبحث عن الدوكيومنتيشن. فإذن theme.json color، إذن هذه الكلر، لاحظوا هذه هي كل الكلر والأشياء التي أنت يمكنك أن تضيفها. طبعا كون هذا الكورس للمبتدئين، واعتقد يعني للتو تجاوزنا يعني قمنا ب يعني الامور التي قلناها صعبه فعلا فيها صعوبه، فبالتالي انا لن اشرح كل هذه الامور لكن هي تبقى مرجع لك. فاذا لاحظوا هنالك امور اخرى موجوده بالكلر، يعني مثلا يمكن انت ان تضيف جريدينتس خاصه بك، يمكن ان تضيف مثلا كما فكره اضفنا البالت الخاصه بنا يمكن ان تضيفها. لاحظوا هنا هنا بالتكس، هل تريد دعم التكس الكلر للتكس؟ بالتأكيد، وهذا الشيء تم إضافته بشكل افتراضي، جيد. فإذا هنالك خصائص للكلر يمكن أن نضيفها، والشيء الذي يجب أن تعرفه أن خصائص الكلر تكون ضمن السيتنجز، ضمن الإعدادات الموجودة بثيم.json.